ممكن تقول لنا كأثري ايه علاقتك بموضوع النعجة دولي ده؟ بصراحة النعجة دولي دي أصلها كانت أصلا بتاعت عنتر المشدات. عنتر وشيبوك كانوا بيرضعوا منها، هم شيبوك كان بيرضع منها وهو صغير، عشان كده طلع أسود صغير. إيه ده، مش هو إزاي وهو أسود والنعجة بيضة إزاي؟ لا مش مشكلة، ما مشكلة ميزة النعجة دولي دي حفرية، دي أثرية، دي موجودة من أيام أصلا العصر الجاهلي. فبعدين هو اللبن جوه بيتحول من أبيض يخش جوه يضرب أسود، يعني دي اثر مش اي حاجه. المهم بعد كده لما دولي دي كبرت بقت نعجه حلوه كده وجميله، وشايب وعنتر كبر كان عايز يتجوز. فعنتر لما كان عايز يتجوز، ايه ده؟ انتوا مين؟ انا مين؟ انا زاهي. انا زاهي. زاهي انا مش عارف ليه انا مشهور. انا من زمان قوي اسف. زاهي ازاي يعني؟ زاهي. اهلا وسهلا. تعملوا ايه هنا يا عم زاهي؟ نشوف النعجه دولي علشان نعرف هي اصلا دي اثر وانا محتاجه اخده معايا تاني. تمام. ده مين ده؟ مش هو ده؟ مش انا كنت بدات دلوقتي صاحب النعجه. مين اسمك ايه؟ ده فرغالي. ميرسي قوي قوي. شوب مانجا كبير ساعه يا اتفضل. ده مين دول؟ ايه اللي حصل بقى؟ فكرني بتاع العصير يا عم انت. اخرش عشان انا هسوق ورايا تحنيط. انا صاحب دولي. يا عم انا صاحب دولي. اوكي هصاحبك عليه اجوزك. فبعد كده النعجه دي لما كبرت كان عنتر عايز يتجوز. فراح لابوه قال له، ابوه كان ابيض بقى. ابوه ابيض اللي كان بيرضع من نقه بيضاء. فبيرضع نقه بيضاء فوقعوا في بني النقاع بعد سنين. فالمهم قال له بابا انا عاوز اتجوز. فقال له والله انا هجيب لك يا بابا 1000 ناقه. قال له لا احنا مش عايزين ناقه، احنا شبعنا من النقات، انا عايز مهر عابله. المهر بتاعنا هو النعجه دي. حد يقول له يعني هو ما اتجوزش عابله زي ما كلنا عارفين؟ لا 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 لا، هو طلب منه لما قال له هديك 1000 ناقه بيضة، قال له لا انا عايز النعجه، فالنعجه دي اصبحت هي العروسه. ايه ده حضرتك غيرت لنا التاريخ اللي احنا كنا فاهمينه خالص. انت ما اتعلمتوش تاريخ. ما فيش تاريخ اتعلمتوه اصلا. فين تاريخك؟ انتوا اتعلمتوا كلام فارغ، انا اللي بحب بفهم. انت عايش بفهم خالص في الدنيا دي. يعني الاثار اسالوا حواش. فده اللي هي كانت عاوز يتجوزها. وبعدين دولي دي اللي مش مفهوم في التاريخ ان عابله يعني دولي. انت لو ليكي صاحبه اسمها عابله، مش ليكي صاحبه اسمها عابله؟ بتقولها تقول لها الو؟ بتقول لها ايه؟ مش دولي؟ اه ده لا عابله دولي. التاريخ حرف بقى، حرف وخرف. انا بصح الكلام. دولي هي عابله. عنتر كان بيحب النعجه عابله، ده تاريخ مفروغ فيه، ما حدش يتكلم فوق منه، ما حدش يتكلم خالص. بس دي الحقيقه، انا دلوقتي عايز دولي عشان تتحنت واساعدها سنه. هي دي بقى ادوني دلوقتي النعجه دي مسؤوليه ومسؤوليتي انا، انا اللي اخد النعجه. طب انت معاه النعجه اهو. فين انت؟ امسك. انا هجيب لك المانجا. مالك ايه؟ انا عايز النعجه، خد تعالى ولد، تعالى هنا.